السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وصورة جديدة مميزة جدا من سلسلة صور نجوم الراب. باختصار شديد، لو أنت أول مرة تشوفني فالسلسلة دي أنا بعلمك تعمل صورتك زي نجم الراب المفضل ليك، وكمان المميز إن أنا بعلمك الصورة دي اتعملت إزاي من الصفر، إزاي تقدر تتصور صورة زيها، وكمان طريقة الشرح بحيث تعمل لنفسك صورة زيها بالظبط، وكمان عن طريق الموبايل عشان أكتر كمية من الناس تستفاد ويقدروا يعملوا الصورة لو هم من الناس اللي بتحب مغني الراب ده. والحمد لله في الفترة الأخيرة قدمت لك صور كتيرة جدا لنجوم راب مميزين جدا، وكمان وفرت لك الصور المستخدمة بحيث إنك تستخدمها بشكل مباشر وما تقعدش تدور على الصور. نفس الكلام هنعمله في الصورة اللي معانا النهاردة، ولكن خليني أقول لك إن أي صورة من الصور اللي إحنا عملناها قبل كده هسيب لك لينكاتها في وصف الفيديو، تقدر تختار لينك الصورة اللي انت شايفها وحابب انك انت تعملها وكمان تتفرج عليها، والشرح هيكون بالتفصيل ان شاء الله. والنهاردة معانا تراك لعفروتو عن فيلم جديد جدا هيبتدي ان هو ينزل اسمه فرق خبرة، ولكن خلينا نقول ان هو تراك فرق خبرة لعفروتو عشان ما نخشش في تفاصيل كتيرة، ولكن بقى تعال نخش الموضوع حلقتنا النهاردة والاساسي. بس يا ريت لو انت اول مرة تشوفني تشترك في القناة، تفعل الجرس، وكمان تعمل لايك للفيديو ده. تعالى بقى لموضوعنا النهاردة، يلا بينا. لو انت متابعني من اول السلسلة دي فانا بمشي على خطوات بسيطة عشان اسهل عليك الموضوع ونوصل لجودة كويسة من الصورة. واول خطوة معانا وهي تحليل الصورة. لما نيجي نحلل الصورة اللي معانا دي هنلاحظ ان عفروتو هنا متكرر مرتين ومعمول زي تلاشي ما بين الصورتين باللون الاسود، وهنا استغل مصادر الاضاءة، كل صورة فيهم مستخدم مصدر اضاءة مختلف عن التاني جاي من ورا عفروتو. وكمان عموما بشكل عام الصورة كلها او الديزاين متضاف عليه بعض الافكتات هبتدي اقولك عليها في الشرح دلوقتي. اذا كل الموضوع بتاع الصورة في مصادر الاضاءة وكمان اضافة بعض الافكتات، وده هينقلنا للخطوة رقم 2 معانا وهي طريقة التصوير. هتبتدي انك انت تتصور صورتين، ولكن خليني اشرح لك كل صورة بالتفصيل. اول صورة هتثبت مصدر الاضاءة يكون على شمالك وانت بتتصور، ولكن يكون جاي من وراك بحيث يرسم الحواف بتاعت وشك وكمان تكون زي الصورة بتاعت الديزاين. وتاني صورة هتبتدي انك انت تعملها هتعمل نفس النظام وتاخد نفس الشكل بتاع الصورة، ولكن هتثبت مصدر الاضاءة يكون وراك ولكن من ناحية يمينك انت، بالتالي هيبتدي يتوفر معاك صورتين زي الصور المستخدمة وتركز فيها على مصادر الاضاءة وكمان الظل، بحيث ان الظل يكون جاي من اتجاه واحد ونقدر ان احنا نستخدمهم في الديزاين بتاعنا. وده بقى هينقلنا للخطوة رقم 3 معانا وهي طريقة الشرح. هنستخدم فيها تطبيقين مميزين على الموبايل، تطبيق فوتو روم بحيث يفرغ لنا الخلفيات بتاعت الصور بتاعتنا، وتطبيق بيكس ارت بحيث ان هو يساعدنا في التصميم ويساعدنا نعمل الديزاين ده بشكل كويس ونضيف الفلاتر اللي احنا عاوزينها ونضيف اي افكت احنا عاوزين نعمله ونقص اي صورة احنا عاوزين نقصها. فتعالوا بقى نروح للشرح، يلا بينا. اول تطبيق هنبتدي نستخدمه هو فوتو روم، والمهمة بتاعته كلها ان هو بيفرغ لك خلفية الصورة اللي انت متصور عليها، وكنت شرحته قبل كده في سلسلة تطبيقات للموبايل. المهم وبشكل بسيط جدا بدوس على كلمة start from photo وبختار الصورتين اللي انا اتصورتهم عشان افرغهم من الخلفية بتاعتهم. زي ما انت شايف كده هو المهمة بتاعته ان هو بيفرغ لك خلفية الصورة بتاعتك. بعد ما بيفرغها لك بيختار لك كذا اختيار، المهم بتختار الخلفية البي ان جي او الخلفية اللي عليها مربعات دي بحيث تتحفظ عندك على الموبايل بشكل مفرغ. بعد ما بتحفظها هعمل نفس الكلام ده في الصورة التانية. بعد ما بخلص تفريغ الصور ببتدي ان انا باجي هنا اطلع من التطبيق ده وافتح تطبيق بيكس ارت. بعد كده بجيب الخلفية السوداء اللي انت شايفها دي بالمقاس ده، وهسيب لك الصورة دي بالمقاس واي صورة هنستخدمها ان شاء الله في وصف الفيديو. المهم دلوقتي ان انا هبتدي اضيف عليها من اد فوتو او اضافة صورة الصورتين اللي انا لسه مفرغهم بتطبيق فوتو روم.
بعد ما بجيب الصورتين بالشكل اللي انت شايفه ده، ببتدي ان انا اتحكم فيهم عن طريق ان انا بحدد عليهم وابتدي اظبطهم زي ما كان معمول في الصورة اللي انا بعمل زيها بالظبط. ببتدي بالظبط بكل سهولة، بظبط المقاس الاول، ببتدي احدد على الصورة التانية وابتدي اعمل فيها الصورتين كده يكونوا نفس المقاس بتاع الصورة اللي انا بقلدها. بعد ما بظبط احجامهم بالشكل اللي انت شايفه ده، ببتدي اعمل اشكال التلاشي اللي كانت موجودة في الصورة ما بين الصورتين مع بعض بالشكل اللي انت هتشوفه دلوقتي. المهم ان انا ببتدي احدد على الصورة الاولى دي، وابتدي اجي عند علامة الاستيكة وابتدي امسح في الاماكن اللي كان ممسوح فيها في الصورة الاصلية. في نفس الوقت ببتدي امسح على الاماكن اللي فيها ظل، بحيث ان الصورة بتاعتي تكون كده من الظل معمول فيها تلاشي ما بين الصورتين. بعد ما بمسح على الصورة الاولى، ببتدي ان انا اعمل لها موف داون بحيث تظهر لي الصورة التانية واقدر ان انا احددها. ببتدي احدد عليها، وانا محدد عليها بدوس على موف داون بحيث ان انا برضو اكون محدد عليها ولكن مرتبها بشكل يكون صح. ببتدي برضو ان انا بدوس على علامة الاستيكة وابتدي امسح الحتت الزيادة اللي في الصورة بتاعتي بحيث ان انا تكون الصورة بتاعتي مكتملة بشكل كويس. لو في اي زيادات برضو في الشعر من اي شيء تبتدي انك انت تظبطه. هبتدي بقى بعد كده بعد ما عملت التلاشي ده، هدوس على علامة الصح مرة واحدة بحيث ان انا اروح لجزء مهم وهو من تولز. هبتدي اختار ادجاست بحيث اظبط درجات الالوان بتاعتي، وهي اهم نقطة عندنا في الصورة. ببتدي اجي عند البرايتنس او الاضاءة وابتدي اقللها لحد سالب 30. بعد ما بقللها لحد سالب 30، بلعب في حاجة تانية وهي الشادوز، ببتدي او الظلال يعني، ببتدي ان انا اقللها برضو لحد سالب 30. اذا التقليل بتاعها بيكون سالب 30 وسالب 30 بحيث ان الصورة بتاعتي يكون واخدة الاضاءة بتاعت الصورة التانية. اجي برضو عند الهايلايتس، هبتدي ان انا لو عاوز اقلل شوية الهايلايتس بتاعتي ولكن مثلا اخليها لحد 35، سالب 35. لو انت متصور بنفس مصادر الاضاءة اللي انا قلتلك عليها، فالاعدادات دي ان شاء الله هتشتغل معاك. المهم دلوقتي ببتدي ان انا ادوس على علامة الصح من فوق هنا، وببتدي بقى اجي هنا عند اد فوتو واجيب الفونت او النص اللي هو بتاع فرق خبرة عشان ابتدي اضيفه على الصورة قبل ما اضيف اي افكت او فلتر. بعد ما بجيب الشكل اللي انت شايفه ده، ببتدي ان انا اضيفه للصورة بتاعتي، وطبعا هسيبهولك في وصف الفيديو عشان تقدر انك انت تستخدمه. فببتدي ان انا اظبط الحجم بتاعه. ببتدي بعد ما بضيف النص ده، ببتدي اجي هنا عند كلمة اسمها ماسك، وببتدي ان انا بختار حاجة اسمها دست او اختصارها DST. المهم ان انا بختار تاني اختيار اللي هو DST2، ابتدي ادوس عليه وابتدي ان انا اقلل الشفافية لحد 70. وبعد كده ببتدي ان انا اتحكم فيه عن طريق ان انا بجيبه لتحت، وبعد كده بجيبه ناحية الشمال بحيث ان هو يكون متوزع بشكل صح. بعد كده ببتدي ان انا اجيبه تاني ناحية الشمال بحيث ان هو يكون بالشكل اللي انت شايفه ده او اي شكل يكون مريح ليك. ممكن ان انا اقلل الشفافية تاني لحد مثلا رقم 50 بحيث ان هي ما تكونش تقيلة قوي على الصورة بتاعتي. ببتدي ادوس على علامة الصح من هنا، ببتدي ان انا اجي عند الفلتر الاخير معايا وهو باجي عند افكتس من هنا، وببتدي اختار اللي هي الفلاتر السيمبل، وببتدي ان انا اختار الفلتر اللي انت شايفه ده. بعد كده ببتدي ادوس عليه مرة تانية بحيث ان انا اغيره من نورمال لحد لايتن او اضاءة لو انت عندك التطبيق باللغة العربية. بعد ما بعمله كده بالشكل اللي انت شايفه، مش بس بضيف الفلتر الاول ده بس، ببتدي بعد ما بحفظ الفلتر من علامة الصح زي ما لسه عامل، ببتدي اجي تاني عند افكتس من هنا وببتدي اختار الفلتر اللي هو BRL3، ببتدي ان انا ادوس عليه وببتدي ان انا بحفظه بنفس الشكل بتاعه، وببتدي ادوس على علامة الصح. وبكده تكون الصورة بتاعتي اكتملت. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وهسيب لكم الصور المستخدمة في وصف الفيديو. ولو احتجت اي مساعدة تقدر تبعتلي على الانستجرام، هتلاقي اللينك كمان تحت لينك الصور.
وان شاء الله ساعدك لحد ما توصل للحاجة اللي انت عاوزها. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انا اكون بفيدكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت، سواء كنت على الفيسبوك او على اليوتيوب. ولو بتتابعني من على الفيسبوك اعمل لي فولو، ولو بتتابعني من على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناة. كان معاك يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.